أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم السبت 23 نوفمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج العذراء من أول الساعة 1 الفجر، وكمان اليوم بيبدأ وأورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري بيتراجع في الجوزاء، والمريخ في الأسد، والشمس وعطارد الاثنين في القوس، وفينوس في الجدي، وبلوتو في الدلو، وزحل في الحوت، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي، وده كمان بيديكم طاقة ونشاط، وتقدروا انكم تنجزوا كل الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح لبرج الثور. ومواليد الثور عندكم طاقة عاطفية تساعدكم تكونوا مؤثرين جدا في الشخص اللي انتم مرتبطين بيه أو في الجنس الآخر عموما، فلو مرتبطين هتستمتعوا بوقتكم، ولو مش مرتبطين في فرص للارتباط، ولو عندكم شغل هتعرفوا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء، خدوا بالكم من علاقتكم بالأهل وبالقرايب وبالأصحاب، حاولوا ما تدخلوش في أي مناقشات حادة تعمل لكم صدام مع اللي حواليكم، وتحكموا في حساسيتكم ما تبلغوش. نروح بعد كده للسرطان ومواليد برج السرطان. القمر عندكم بيدعمكم في العلاقات مع كل اللي حواليكم، فما ترفضوش أي دعوات اجتماعية أو عائلية أو مهنية توجه ليكم، لأنه من خلال العلاقات واللقاءات هتظهر لكم فرص كويسة إن شاء الله. نروح للأسد ومواليد الأسد. القمر بيخليكم تركيزكم مش أحسن حاجة، فضروري تاخدوا بالكم، تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها، عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتسبب ليكم في خسائر. نروح بعد كده للعذراء ومواليد العذراء. عندكم القمر في برجكم يعتبر طول اليوم من الساعة 1 الفجر، فبالتالي يعني عندكم سحر وجاذبية، وتعرفوا تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم، وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للميزان ومواليد الميزان. القمر في وضع يخلي طاقتكم البدنية مش كبيرة، فلازم تاخدوا وقت كافي من الراحة، وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان ما تتكلموش عن أخباركم ولا خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح لبرج العقرب ومواليد العقرب. القمر عندكم في منزل المشروعات، وكمان ده منزل الأصدقاء، وبالتالي يوم حلو في تنمية مشاريع أو أعمال لو عندكم مشاريع خاصة، وكمان لو أنتوا في وظيفة هتعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة. كمان أشوف أنه في الوقت حلو للخروج وللانطلاق مع الأصحاب، هتلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة، وممكن تعملوا صداقات جديدة موفقة. نروح للقوس ومواليد القوس. القمر في وضع معاكس، فاشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم أخطاء، ونظموا أولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت، وتحكموا في عصبيتكم عشان ما يحصلش أي صدام مع اللي حواليكم. نروح بعد كده للجدي ومواليد الجدي. عندكم يوم هايل على كل الأصعدة، عندكم بصيرة هتساعدكم تاخدوا قرارات مظبوطة وتمشوا في الاتجاه اللي يخدم مصالحكم. عندكم حظ في السفر لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر، وتقدروا كمان تعملوا تطور إيجابي في مستواكم المهني أو الدراسي لو أنتوا في مراحل دراسية. نروح للدلو مواليد الدلو. القمر في وضع يديكم أفكار ملهمة تساعدكم تزودوا دخلكم أو مدخراتكم أو أملاككم، وتعرفوا كمان تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. نروح بعد كده للحوت ومواليد الحوت. القمر في مواجهتكم،
فده بيخليكوا عرضة انه حق من حقوقكم يتاخد، او كمان ما تبقوش شايفين طريقكم كويس. فتأنوا جدا في قراراتكم، ادرسوا كل خطوة انتم مقدمين عليها، تجنبوا توقيع الاوراق والعقود، وكمان في الحركة وفي السواقة اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. ولو متجوزين ما تدخلوش في أي مناقشات تعمل لكم صدام مع شركاء الحياة. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.